طبعا اعلن اتحاد الكره المصري عن قيد حارس مرمى الزمالك السابق الكابتن عبد الواحد السيد ضمن بعثه فريق ضمن فريق جنوب سيناء الذي يلعب في الدرجه الرابعه بمنطقه السويس. طب ينفع؟ طبعا يعني كراجل زملكاوي يعني انا شايف ان قرار يعني غير جيد من عبد الواحد. بقول لك اهله وناس وحاجات. هو طبعا عبد الواحد من هناك يا كابتن، لكن عبد الواحد قيمه كبيره جدا، عبد الواحد كابتن نادي الزمالك، وعبد الواحد لاعب منتخب مصر فتره طويله جدا، فكان من الممكن ان هو لو عايز يخدم اهل بلده كان ممكن يشرف على الفريق زي ما هم عينوه مشرف. هم كانوا عرضوا عليه ان هو يبقى مشرف، ولكن هو يعني خد قرار ان هو يبقى مقيد. مش هيلعب جون كمان؟ لا، هو بالمناسبه انا سمعت المدرب بتاع فريق جنوب سيناء ده بيتكلم النهارده. فهو زي ما الكابتن صبري قال، هو في البدايه مشرف على اساس ان دي بالظبط بلده، وبالمناسبه اخوه هو حارس مرمى الفريق ده محمد. فهو قال لك عبد الواحد اتأيد كرفع روح معنويه للاعبين والفريق، انما مش هيشارك. لا ده بقول لك هيشارك وهيلعب في مركز في وسط الملعب. لا هيلعب في مركز درجه رابعه. خد بالك عبد الواحد لعيب درجه رابعه، عبد الواحد لعيب بيلعب كوره. لعيب كويس بيلعب. بيلعب الكيك وبتاع، ولكن قرار غير مدروس. بص هختلف مع صبري شويه يا كابتن. انت عارف ليه؟ لان هو بيعملها في التقسيمات. كان بيلعب بقول لك فيرو ده حنا في الزمالك كابتن. الموضوع مش موضوع لعب، الموضوع موضوع شيء معنوي زي ما الكابتن علاء بيقول. يعني احنا بنحبكها هنا في مصر قوي. طالما انسان عمل اللي عليه وكتب تاريخ لنفسه فله مطلق الحريه ان هو يعني دي اهله وناسه، اخوه بيلعب فيها، هو عبد الواحد سيد ممكن يكون لعيبه مبسوطين بيه، يرفع من روحه المعنويه، هيكون مشاركته مشاركه قليله. وخد بالك روبرتو كارلوس مثلا لعب درجه رابعه. روبرتو كارلوس لعب درجه رابعه ودرب الفرقه. صح، برافو عليك. كان مدرب وبيلعب فرقه. ريفالدو لعب مع ابنه وبص كرة لابنه وابنه جابها جون. ريفالدو الكرة البرازيلية ولعب في درجة تالتة. فتخيلوا بقى لو احنا بنتكلم عن عبد الواحد معلش مع احترامي، عبد الواحد تاريخه ايه جنب روبرتو كارلوس؟ لا يعني وريفالدو في المجتمع المصري زيه زي ريفالدو في المجتمع البرازيلي. انا عارف، بس ريفالدو في المجتمع العالمي له قيمة. لا طبعا يعني ده، لكن ما يعني دي ما تعملش يا كابتن علاء يعني في تاريخه ان هو النهارده لما اعتزل ولو انه راح بس المقصه يعني ما اعتزلش من الزمالك. ما بتفرقش حكايه دي دلوقتي خلاص. لا خلاص. اولا عبد الواحد مش راح عشان ياخد فلوس، يعني الكلام ده لو هو مثلا لا لو راح في حته خد منها وحته اقل يقول لك ده بيقلل من. طب عصام الحضري راح عشان ايه؟ فين عصام الحضري راح عشان ايه؟ لا عشان فلوس. فين راح؟ فين راح؟ كذا نادي. لا عصام حبيبي اصلا. لا بس بيلعب لسه. بس خلي بالك، بس عصام يعني ما شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله. انا بهزر. انما عبد الواحد لا رايح يعني بيخدم اهل بلده واصحابه وهتعمل جذب لل لل هو مش رايح يكتب تاريخ يعني. الناس ان هم يجوا يتفرجوا على ابراهيم سعيد بيدرب دلوقتي وبيلعب. مش معرفش عمل الماتش الاخير يا كابتن عبد الواحد. مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت. يا رب تكون بخير. على ضيوفك كابتن علاء وكابتن صبري. مين وكابتن خالد الغندور. اهلا بيك. طبعا خالد دلوقتي اولا مين كابتنك في اللي قاعدين؟ الاثنين كانوا كباتنك. طيب دلوقتي صبري انا محتاج نص ملعب عايزه معايا. يبقى انت فرود بقى، عايز واحد في وسط الملعب يديلك. عايز واحد يوصل لي الكوره. جنوب سيناء. قول لي بقى الخبر ده صحيح؟ بص يا كابتن مدحت، انا دلوقتي في نادي جنوب سيناء. عامة هو النادي المحافظه كلها، محافظه جنوب سيناء، طلبوا مني اشراف عام على الكوره في جنوب سيناء. فمدير الفني للفريق عطيه، احنا عندنا الفرقه مش مكمله لسه لحد دلوقتي اللعيبه، في حوالي 5 اماكن، فقال لي انا بستاذنك انك اتأيد، مجرد انك ترفع روح معنويه للعيبه مش اكتر. اوكي. مش حكايه ان انا هشارك ويجذب اللعيبه. القصه مش كده خالص يا كابتن مدحت. كمان لما حته ان انا اتأيد دي هتسمع اسم جنوب سيناء في مصر شويه يعني. طبعا. احنا اتكلمنا اهو. اديني اتكلمنا عن جنوب سيناء اهو. ده الغرض من الموضوع نفسه يا كابتن، ان احنا دلوقتي انا جنوب سيناء ده تلت مساحه مصر، سينا كلها عامه، دلوقتي مفيش نادي بيمثل سينا، مفيش لعيبه كتير بتظهر غير مثلا انا او صالح او يعني لعيبه قليله جدا، المسافه بعيده، فاحنا عايزين نقرب للناس دي، عايزين نظهر الناس دي شويه، في امكانيات كويسه قوي هناك ممكن نستفيد بيها في الكره المصريه. طيب، لكن يعني انت اتأيدت ولا لسه حاجه؟
لا هو تقريبا اتأيد بس هو تأييد معناه يا كابتن مدحت مش يعني انت مش هتلعب يعني انت مش هتلعب خالص يعني ممكن العب نص ساعه كده ايوه كده خش مظبوط كده هتلعب على فكره عب واحد انا قلت لكابتن مدحت ان انت لعيب جامد يعني بص يا كابتن خالد ممكن يعني والله قلت لعيب جامد كان بيلعب في التقسيمه معانا وعلى طول بيجيب جوان ودبل كيك ويطير اوكي ربنا يخليك يا كابتن بس هي الغرض مش قصه التأييد يا كابتن الغرض منها ان انا عايز بس يعني معنويا انا برضه من حضرتك ان عايز بس الناس يعني حضرتك وكابتن شوبي الناس الاعلاميين التقال او في مصر كمان كانوا بيتكلموا من شويه عايزين الناس يعني تحط الانظار على الناس دي شويه اوكي يعني انت حضرتك اتكلمت من حوالي فتره من شهر كده لما نادي المصري لعب مع الفرقه دي اتكلمت عليهم كويس وقلت الناس دي لازم تاخد امكانيات ولازم تظهر فانا دلوقتي فعلا انا بقالي 20 سنه في نادي الزمالك ما كنتش فاضي للناس دي الصراحه يعني كان اهتمامي كله انت عارف كابتن خالد وكابتن صبري يعرفوا الموضوع ده انت لما تبقى جوه النادي ما بتبقاش واخد بالك من اللي حواليك كتير او ما بتعرفش تدير الموضوع كويس انا دلوقتي فاضي انا مش فاضي يعني عندك مساحه من الوقت مساحه من الوقت ان انا اروح للناس دي واعرف ايه طلباتهم بس انا فعلا طبعا اكيد انا لوحدي مش هنجح لازم الناس اعلاميين قويين زي حضرتك زي خالد زي الناس يعني الناس اللي في الاعلام في الميديا يهتموا بالناس دي الناس تحس فعلا ان في اهتمام تحس فعلا ان انت فعلا لو انت بقيت كويس او ظهرت بشكل كويس هيبقى ليك دور هيبقى ليك يعني انت يقول لك لا يقول لك مهما نعمل مش هنوصل لا انت دلوقتي عندك الامكانيه انك تبقى كويس عندك الامكانيه انك تبقى طيب سؤال بقى عشان نتاكد ان فرقتك هتطلع مين مجموعتك قول بسرعه لا ما انا لسه ما اعرفش الكلام ده كله راس حربة واحد راس حربة ولا تلعب ايه راس حربة خالد بس خد بالك ما تحطش كرة بايدك بس ممكن انسى بالتوفيق يا ابو كمال معلش ربنا يخليك بالتوفيق ان شاء الله وهنتابعك وهنبعت كاميرا نصورك بالنسبه لك اتمنى والله لا نبعت لك كاميرا بس تبقى انت بتلعب هبعت لك كاميرا تصورك ربنا يخليك قول لي اخيرا بقى اخبار ايه شكوتك لنادي الزمالك اتحاد الكوره والله انا بص على حاجه كابتن انا بقالي 16 شهر الموضوع عرضت كتير قوي ان هو يتحل الناس وكنت مع كابتن خالد برضه قلت نفس الكلام ان الناس مش عايزه تحل فانا ما عنديش مشكله ان انا في المحامي ماسك الموضوع دلوقتي وانا بعيد عن الموضوع تماما يعني هو خلي بالك الزمالك صعب يأيد حد في يناير الا لما المشاكل بتاعتكم دي تتحل انت عارف ده طبعا طب وانا انا مين اللي هيحل يا كابتن مدحت انا دلوقتي سؤال انا اتكلمنا قبل كده مليون مره مين اللي هيحل اوكي انا دلوقتي الناس الموضوع مقفول عندهم يا كذا يا كذا لا انا القصه مش هتيجي بانك انت هو ده مش ما هو ده في حاجه اسمها انك تتكلم بعقل ونتكلم ونوصل لاتفاق ماشي ما غير كده مش هتتحل ان شاء الله اتمنى الحل طبعا عشان جمهور نادي الزمالك ده فضل كبير علينا وكابتن خالد عارف كويس انا الحمد لله الناس بالنسبه لي جمهور الزمالك ونادي الزمالك بس انت الناس يعني مفيش حد عايز يحل لا ان شاء الله تتحل يعني ممكن تتصل بفتح الله وتتصل بسمير مفيش حد باحمد سمير غير كده بص يا كابتن مدحت اللي يقولها غير كده يبقى ما لا يبقى كذاب محدش عايز يحل اوكي ودي حقوق في النهايه طيب المهم انا هبعت لك كاميرا بس بقول لي بقى للقاضي امتى الماتشات بتاعتك انا القصه يا كابتن عايز حضرتك بس تهتم بالناس دي ويا ريت ماشي برضه وزاره الشباب هرتب معاك مع القاضي ونبعت كاميرا وتلف جنوب سيناء وتصور لازم والله يا كابتن ونعرض حاجات جميله ان شاء الله ربنا يخليك شكرا اشكرك شكرا جزيلا طيب